السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: عندما يقوم فريق المصممين بالعمل على نموذج البيم، هل يقوم المعماري بإنجاز النموذج المصمم ثم يقوم الإنشائي بعمله ثم الكهربائي وهكذا، أم يعملون جميعا بنفس الوقت على ذات النموذج بحيث يحصلون جميعا على التعديلات كونهم يملكون شبكة اتصال بينهم؟ هي الإجابة وسط بمعنى، لو احنا قلنا كلنا هنبدأ شغل النهاردة مش هينفع طبعا، لأن في حاجات أساسية لازم المعماري يعملها. تمام، يعني لو انا ككهروميكانيكال او انا كانشائي جيت اتعدى على المعماري وبدات اشتغل، فالادوار فين؟ طب فين الفلور؟ طب فين الحوائط؟ ما بيبقى في شغل نهائي. تمام، فاللي بيحصل كالاتي. تمام، وكل مشروع بنقعد مع بعض وبنتفق على السيستم ونبدا نشوف التجارب اللي فاتت ونبدا نقعد كده جلسه ساعتين ثلاثه ك بيم مانجر وبيم كوردينيتور وكمسؤول عن المشروع، بنبدا نفكر في الموضوع ونحط خطه العمل للمشروع دوت. تمام، يعني بداية المعماري لازم هو يدخل يعمل الليفلات، يعمل الجريد، يعمل الفلورز، يعمل الحاجات الأساسية. تمام، وبعد كده يبدأ بقى الإنشائي يدخل يحط الأعمدة بتاعته ويحط يبدل الفلور بالفلور الإنشائي، والمعماري يحط بس الفينش، وهكذا نبدأ يشتغل الإنشائي مع المعماري. وبعد كده المعماري يبدأ يحط الحوائط بتاعته، ومش لازم يفنش يحط الفينش، مش لازم يحط مثلا السيلينج، لان اول مرحله دي بتبقى مرحله لسه بنحط الكونسبت وبنبدا نفكر في طريقه العمل. فممكن الكهروميكانيك اللي يبدا يحط المكن ويبدا يشوف طريقه الشغل هيبقى عامل ازاي، مش هنحط لسه اوتلت، مش هنحط مثلا مخارج للهواء ولا الحريق ولا نار ولا حاجه خالص. بعد كده بيبدا المعماري يقول مثلا احنا هنحط السيلينج، فيبدا يحط السيلينج، فنبدا نشوف هنشتغل ازاي في موضوع المخارج، لان ممكن المعماري يحطها عنده او الكهروميكانيكي اللي يحطها وبعد كده المعماري يسحبها. بنتفق على الكونسبت يشتغل بيه، بس الفكره كلها بتبقى وسط بين الاثنين. يعني مش هستنى لما المعماري يخلص شغل خالص وبعد كده الانشاء يدخل وبعد كده الكهروميكانيكال، لا، بنتفق ان المعماري مثلا معاه مثلا 3 ايام يبدا يحط مثلا كذا 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 كذا، الحاجات الاساسيه اللي ينفع الكهروميكانيكال يشتغل بيها والانشاء يشتغل بيها. اول ما يخلصها يبعت لهم يقول لهم انا هعمل اشتغلوا انتوا في دي على ما انا ادخل احط التفاصيل. مش معقول مثلا الكهروميكانيكال واقف ومش هيبدا شغل غير لما التاني بقى يحط كل الفينش ويحط كل اللمسات ويحط كل البرانفكتشر ويحط كل تفاصيل التفاصيل ويخلص شغله ويقول انا هبعته للي هيراجع للمالك او للي هيراجع، والكهروميكانيكال يبدا شغل يكون مثلا دخل 3 شهور وبعد كده ناقص 10 ايام على التسليمه. لا، فبيبقى في توازي بس في ترتيب في الشغل. يعني المعماري بيبدأ يحط الحاجات الأساسية وبعد كده يقول يا اخوانا انا حطيت كذا كذا كذا، اللي يقدر يشتغل في الحاجات دي مثلا الانشائي يروح داخل، وبعد فترة المعماري يقول والله انا عملت كذا كذا كذا، الكهروميكانيكال اللي يقدر يدخل يعمل حاجات كذا كذا كذا، بس انا لسه ما حطيتش السيلينج او السيلينج مش نهائي، لسه هغير الارتفاعات حسب الشغل، حسب الارتفاعات وكده، لسه هحط مثلا انت محتاجين مثلا براند فيكشر. طب نبدا نتفق طريقه الشغل هتبقى عامله ازاي. فهي وسط بين الفكرتين.